شباب شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الجميع بخير. طبعا ناشر لكم مقطع من البارحه، والله ما ادري انشر، ما اعرف شنو الموضوع. خلينا نطلع البيض نطير هنا، وهسه راح اريكم البيض الجدت. البيض الجدت هسه راح اريكم. طبعا مطر اليوم، اظن البيض ما مطير صار بارد. طلعت الشمس، كانت مطر الصبح. الله طيب لنا فينا نروح على النار. بس هاي خنعوف نسوي، خل اراويكم مفاجأة جديدة. طبعا هسه دا انظف، قبل لا انظف خل اسوي لكم هذا المقطع. فرجوا شباب ما شاء الله شلون حمام. اخذتني من احد المتابعين ويانا بالصفحه، يعني في القناه، هو اشتراهن قبل فتره، كان متواصل وياي بيهن، نضربا يمه وصحا، يعني انا بعد بيهن كم واحد شويه تعبان، وهذا المخلف يتعب، فراد يبيعهن واخذتهن مني، مدني 52 طن. طلعها من البوابة، الله أكبر. هذا صعد للمسرح. طلعهن فوق على شوية تلوحن شمس. هاي تور جت تعال تور يوان.
غريبة. نضف السطح من المي. شنو رايكم شباب بهاي البيض؟ زين نظفت قبل فترة. زين نظفنا قبل فترة. كان يلا شباب ان شاء الله راح انشر لكم هذا المقطع همين مال البيض. وهسه اكو مقطع دا يحمل مال الحل المفروده. امبارح فتحتها بالشرجية. كم صار مخباط. شغلة حلوة. فلا تنسوا اللايكاتكم واشتراكاتكم وهالامور هاي. تحياتي لكم.